لقاء واحد واحد، شوف بقى الاهلي هيعمل ايه، تترد تطلع بره تانية. طبعا احنا شايفين النتيجه قدام مننا، لكن اللقاء والملخص له احنا ماشيين معاه خطوه بخطوه ولحظه بلحظه. بنرجع مره تانية، ادي على طول احمد عادل اللي كان طالع مع الكره اللي فاتت، وداخل حسام جلال. حسام جلال والشهره سمكه، انما تطول وتروح لحارس العبده منهور محمد هاني في اليمين. هاني يلعب الكرة العبودة، عبودة مرة تانية لمحمد حسن، انما تاكلينج ومسحوبة منه، انما يدخل بمنتهى القوة ياخد كرته مرة تانية، مش اوف سايد، مش اوف سايد، داخل داخل وادي التسديدة، يوه يا بامبو تخبط في الدفاع، وبامبو عايز يقول لحكم مرة تانية لمست فيه محاولة اهلاوية، وبامبو بامبو يلا بامبو بامبو يعمل العرضية وجول. جول يا سماكة، يا سلام على مادة رجليه قابلها وهي في السكة، ما استناش زي ما ايالا سجل الكرة، ما استناش كحسام جلال ياخد الكرة. بص بامبو هو اللي عامل الاسيست، عملها ايه بيمينه ويدخل على طول، انما عاملها حلوة قوي، خدع الكل، كله تخيل انه لسه هيستنى يشوط بالشمال وحطها على طول سريعة باليمين، يا قابلها سماكة، حسام جلال يسجل الهدف التاني. وادي محاولة اهلاوية مرة تانية، وحسام وحسام وحسام، يا سلام يا حسام يا جلال، النهارده نفسك مفتوحه والله يا ابني. الهدف التاني للنادي الاهلي، تاني له والتالت للاهلي، 3-1 تقدم الاهلي عن طريق ايالا بتسديده، وادي حسام جلال يسجل هدفين فرحان. يسجل حسام جلال من المباراه، ادي اهي الاعاده، خد الكره انطلاقه وعدى ورقص محمد علي وبقت المساحه قدامه فاضيه ويسجل هدف جميل جميل جميل. حسام جلال والشهره سما تيجي قدام مننا على طول، ترجع مره تانية مره تانية، محمد حمدي يرجع ورا لاحمد عادل عبد الرسول، صمام الامان في اليمين ليه محمد هاني، هاني يرجع مرة تانية لأحمد لعوف، عوف الأصيل ينقل الملعب لمحمد حمدي، حمدي لأيالة، سلسلة حلوة قوي، بيعتمد فريق 19 على أيالة بشكل كبير كلاعب ارتكاز في وسط الملعب زي ما قال لي كابتن مدحت طه إسماعيل. على طول تتنقل مرة تانية، زي ما احنا عارفين الجهاز الفني للأهلي الشباب على طول معروف، النادي الأهلي عنده جهاز للشباب. لعبت الأهلي تتلعب مرة تانية لعبودة، عبودة في الوسط على طول، برضو ده البامبو، بامبو بامبو عايز يمشي وردة إنما تتخطف الكورة وتتقطع، مقطوعة عن فريق العبدة منهور، ومحاولة الانطلاق للأمام، وادي مقطوعة ويقطع مع أحمد عادل، أحمد يعدي انما يرجع بكورته مرة تانية لعوف، عوف لأيالة يا ولد، عامل كورة حلوة قوي، عايز يعمل الجون الرابع انما ترجع لهاني. بص هاني يعمل ايه، يا سلام يا هاني، يا سلام يا وردة، حلوة حلوة حلوة، عاملها اوفر جميلة قوي قوي قوي. محمد هاني يطير وينزل وهيدخل محمد حسن، محمد حسن هو اللي هيلعب ركلة الجزاء، وهوبا وجول، جول على شمال الحارس، الهدف الرابع. حسام جلال ياخد الكرة انها بتتخطف وتترد تسقط على طول، محمد هاني، هاني يعمل الاوفر حلو قوي، اوفر انما يقابلها الدفاع، يخطفها جلال، يودي الكرة هناك لعمرو وردة في الشمال، عمرو طالع له محمد حمدي، محمد حمدي مع الكرة، حمدي يلعب العرضية انما تفوت من الكل ويقطعها الدفاع وترد مرة كرة مردودة مرة تانية وسط الملعب ومقطوعة، انما تقطع ورا ترجع ورا لاحمد عادل، عادل لمحمد حمدي، حمدي ينقل الملعب قدام لحسام جلال، سماكة سماكة يعمل العرضية تفوت من بامبو والتسديدة، انما يخرج الدفاع والله حلوة 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 وخلفية اكتر، وادي محاولة ريحاني هناك وتتلعب الكورة العرضية انما يطلع الحارس الطولية ياخدها الحارس محمد علي. شايفين بدلاء الاهلي هناك بيجروا الاحماء، تلعب على طول مره تانية وتترد الكوره في وسط الملعب، الاهلي تحت 19 سنه متقدم على العبده منهم حتى الان، على طول تتنقل الكوره محمد حسن، عمرو ورد، ورد يغير الملعب ورا عند احمد عادل، احمد عادل مره تانية لايالا،
ايالا الطوليه الاماميه حلوه لمحمد هاني. هاني هاني حلوه حلوه يا هاني، ايه الحلاوه دي يا ولد، ايه يا ظهير يا عصري يا جميل. محمد هاني يستلم ويخش المنطقه ويسجل هدف جميل 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 يا هاني، والله فيها فكره فيها لمحه.